كيف ترتب حياتك؟ بكل اختصار، إذا أردت أن ترتب حياتك علمياً، يجب أن تركز على هرمون واحد فقط يفرزه دماغك. إذا تحكمت في إفراز هذا الهرمون، ستصبح حياتك أفضل بكثير منها الآن. أعدك، أنت تجد متعة في اللعب والترفيه بسبب هذا الهرمون، ولا تجد متعة في الدراسة بسبب هذا الهرمون أيضاً. فإذا تحكمت بإفرازه، تستطيع فعل كل ما تريد بمتعة. وأنا هنا لأعلمك كيف تتحكم به بإذن الله. هرمون الدوبامين. طبياً أنت لا تعاني من أي مشكلة صحية في إفراز هذا الهرمون، لأن إفرازه لو كان منخفض لديك الآن، كنت ستعاني من أمراض خطيرة مثل شلل الرعاش، باركنسون، أو أمراض نفسية مثل الاكتئاب أو انفصام الشخصية، وأنت بإذن الله لا تعاني من أي منها. تخيل معي وأنت الآن تجلس وتشاهدني، أتتك رسالة من شخص تحبه جدا، يقول لك اشتقت لك. ستبتسم حينها، صحيح، ابتسامتك هذه بسبب الدوبامين. تخيل معي أيضا وأنت تشاهدني الآن، يأتيك أخيك الصغير ويقول قم وساعدني في ترتيب المنزل، لن تشعر بالحماسة حينها، صحيح، وهذا أيضا بسبب الدوبامين. فموضوعنا أن تركز على مواعيد إفرازه، كيف تتحكم به أو كيف ترتب حياتك. أحضر ورقة وقلم واكتب الأمور الناقصة في حياتك، الأمور التي لو فعلتها في حياتك بشكل منتظم ستصبح حياتك أجمل على المدى البعيد. لنفترض الصلاة في وقتها، أو البدء في الصلاة، صلى الله أن يهدينا جميعا، أو الدراسة بنشاط، أو مساعدة الأهل إلى آخره. كل شخص يكتب أهدافه التي يشعر أن حياته تنقصها، ثم كل هدف أعطيه ورقة منفصلة. لنأخذ الصلاة مثلا، كيف نجبر الدماغ على إفراز الدوبامين عندما يأتي وقت الصلاة؟ وبالتالي ستشعر بالهمة والنشاط والحماسة لفعلها، ولن تشعر بالكسل. ضع العنوان مثلا حب الصلاة، واكتب كل الأمور التي تحفزك لها. مثلا، سأحب الصلاة لأنني ما وجدت شخصا يصلي إلا وحياته سعيدة. سأحب الصلاة لأنها لا تأخذ جهد كبير. سأحب الصلاة لأن جبال من الحسنات تتراكم في ميزاني. اكتب آيات وأحاديث تحثك على الصلاة، اكتب كل ما يحمسك لها. ثم بعد ذلك في منتصف الورقة اكتب المكافآت. اصنع مكافأة لنفسك بعد كل صلاة، مثلا أن الله بالصلاة سيغفر لي كل ذنوبي السابقة وما أكثرها. أخي عندما كان صغيرا، أحضرت أمي ورقة وألصقها قطع على الحائط وقالت له بعد كل صلاة تصليها ضع علامة صاع على هذه الورقة في خانة الصلاة، وأنا في نهاية الأسبوع يا بني سأهديك هدية في حال أتممت صلاة كل الصلوات. كان أخي يصلي للمكافأة في صغره، فكانت عادة ثم عبادة، وهذا من مبدأ المكافأة لتحفيز الدماغ على حب الصلاة أو حب هذا الفعل وشعور المتعة والحماسة في فعله. يعني على الورقة في النصف الأول الخاص بها أكتب الأمور التي تحفزك لهذا الفعل، وفي النصف الآخر منها أكتب المكافآت التي ستحصل عليها من أداء هذا الفعل. بهذه البساطة، أنا على المستوى الشخصي هذه الورقة كل شهر تتجدد لدي، فالأهداف كثيرة وتحقيقها يحتاج إلى تنظيم إفراز الدوبامين لكل فعل. يعني قبل شهرين قررت أو وضعت هدف لكي أذهب إلى الجيم وأن أصل إلى وزن معين وهو 10 كيلوغرام زيادة. فكان الذهاب للجيم في البداية متعب جدا وممل، ولم أرغب في أن أستمر في الذهاب إليه، وبدأت لو أتراجع. فالحل كان في أن أتحكم في إفراز الدوبامين لهذا الفعل، بحيث أجد متعة في فعله، ووضعت لنفسي محفزات ومكافآت لهذا الفعل، واليوم بحمد الله حققت الهدف الذي طلبته وسعيت إليه. طبعا بالنسبة لي ربما يبدو الجسم الرياضي الذي بنيته عادي جدا بالنسبة لكم، ولكن قبل أن أبدأ كنت هكذا لتأخذ فكرة عن الموضوع. وهذا الهدف استطعت تحقيقه بعد فضل الله عز وجل بسبب تحكمي في إفراز الدوبامين لهذا الفعل، وبالتالي شعور المتعة في فعله، وبالتالي النجاح به. فأنت أيها الحبيب تستطيع أن تصبح ما تريد، ليست مجرد جملة تنمية بشرية، بل هذه توكل على الله وعلم. الأمر يتعلق بشعور الحماسة والرغبة تجاه الفعل الذي ستقوم به. فإذا استطعت أن تضع هدفا على ورقتك الآن وتضع له المحفزات والمكافآت، تأكد أنك ستحققه بإذن الله. طبعا لتحقق كل أهدافك وأنت على الأغلب لديك الكثير منها، يجب أن أولا أن ترتب أولوياتك. وهذا مقطع سابق كنت قد صورته لتطبيق يساعدك في ترتيب المهام، سأرفقه لك بهذا المقطع إن شاء الله لأنه قريب من الموضوع. طبعا كنت لابس جوكيت يعني. محمد، كيف ترتب أولوياتك؟ كيف تجمع بين العمل كطبيب وبين العمل على السوشيال ميديا؟ سأخبرك القصة كاملة. أن يكون لديك الكثير من الأعمال التي يتوجب عليك إنجازها سواء في مجال الطب أو خارجه أمر ليس سهل. طبعا لا أسمي الجهد المبذول على مواقع التواصل الاجتماعي عمل، ولكنه يبقى جهد ويحتاج التنظيم، وبالتأكيد التنظيم بين كل هذه الأعمال لم يكن سهلا علي وما زال، واحتاج مني أمران مهمان جدا، هما تنظيم الوقت وتنظيم المهام.
في مسألة تنظيم الوقت تكلمنا كثيرا في حلقات كثيرة، ولكن المرة الأولى سأخبرك عن طريقتي في ترتيب المهام. دائما لدي نوعان من المهام، مهام مرتبطة بوقت يعني توجب علي إنجازها في وقت محدد وإلا تفوتني، ومهام غير مرتبطة بوقت يعني يجب أن أنجزها في أي وقت ولكن الأهم أن أنجزها. وكنت كلما تزاحمت علي المهام كنت أفوت الكثير منها وأعطي حق الأولوية لأعمال معينة، بالنسبة لي كانت المجال الطبي وأترك الأعمال الأخرى، لذلك لم أكن منظم كفاية لإنجاز ما يتوجب علي إنجازه. لذلك حينها بدأت أكتب كل ما يتوجب علي إنجازه في تطبيق التقويم في الهاتف بحيث يعطيني تنبيه لإنجاز تلك المهمة المرتبطة بوقت معين، مثلا مراجعة البنك، دفع الأجور إلى آخرها. ولكن تطبيق التقويم لم يفيدني في مسألة المهام الغير مرتبطة بوقت، مثلا أن أكتب في الكتاب الذي أعمل عليه الآن، يعني لا يوجد وقت معين للكتابة. ولا يمكنك أيضا إضافة هذه المهمة لتطبيق التقويم بحيث ينبهك بموعد الكتابة. لذلك بدأت أكتب هذه المهام على تطبيق الملاحظات، فلاحظت أن الأمر أصبح معقد وغير مترابط سواء بين تطبيق التقويم والملاحظات. لذلك قررت بعدها أن أعتمد على تطبيق مختص يجمع بين كل هذه الأمور في مكان واحد، فوجدت تطبيق عالمي اسمه نوشن. هذا تطبيق مشهور ينظم الأعمال وينظم الحياة العملية بالمعنى الحرفي. لو كنت سواء طالب مدرسي أو جامعة أو تدير عمل أو أعمال، هذا التطبيق بكل صراحة سيجعلك تنجز أكثر بطريقة منظمة، لأنه يعتمد على ترتيب المهام وتنظيمها لك. سأشرح لك التطبيق حتى تتضح الصورة، ولكن لن أقوم بفتح التطبيق الخاص به هناك لأن فيه الكثير من المهام والأمور الشخصية كما تعلم. لذلك سأطبق على حساب جديد وأنا متأكد تماما أنه سيكون سهل الاستخدام لك بإذن الله تعالى. بداية، تطبيق نوشن هو عبارة عن برنامج لتنظيم حياتك ومهماتك، يمكن أن تستخدمه من الهاتف أو من الحاسوب، أنا شخصيا أستخدمه من الحاسوب. السلام عليكم، الآن هذه الصفحة خاصة بالتطبيق، يمكنك فتح حساب من هنا أو تسجيل الدخول من حساب مسبق، ولنسجل الدخول من حساب جوجل نفسه. هذا التطبيق أيها الأحبة هو سهل ممتنع، يعني ليس سهل جدا لأي شخص، ولكنه ليس صعب، يعني في حال أنت توسعت عنه واطلعت عليه وقرأت واستمعت لبعض الشروحات الخاصة به يصبح الأمر مساعد جدا جدا في تنظيم حياتك. وضعت لك الآن على الشاشة رابط لقناة مختصة في شرح هذا التطبيق والتوسع به بشكل كبير جدا. عندما تدخل الصفحة الأساسية للتطبيق هنا كما تلاحظ، هاي الصفحة الأساسية هي عبارة عن قوالب هنا أعدت مسبقا لك حتى تساعدك في ترتيب مهامك ومشاريعك، لأنه يوجد 90% من الناس تشترك في المهام التي تقوم بها. يعني أنت لو تدرس مثلا يوجد أيضا أشخاص آخرون يقومون بالدراسة، فهم أعدوا لك مسبقا قوالب خاصة للذين يريدون تنظيم دراستهم، وسأشرحها لك بعد قليل. مثلا هذه المقاطع لابد أن تشاهدها، يتوضح لك كيفية إنشاء صفحة من هنا تتناسب مع المهمة أو المشروع الخاص بك. مثلا هنا الملاحظات السريعة، هذا قالب اسمه ملاحظات سريعة، لديه صورة غلاف مخصص يمكن تغييرها، هم وضعوا هذه الأيقونة دلالة على الملاحظات، وضعوا وصف أنت تستطيع تغيير هذا الوصف كما تريد باللغة العربية، ملاحظاتي الخاصة مثلا، يمكنك وضع الملاحظات الخاصة بك مثلا استيقاظ، تناول الإفطار، يمكنك إضافة أي شيء تريده يعني أنت، مثلا الركض مثلا صباحا، الركض صباحا، هذه أمور تريد أن تفعلها غدا مثلا، ملاحظات سريعة تقوم بإضافتها هنا، مثلا في حال أنجزتها تقوم بالتعليم عليها هكذا وبالتالي تذهب. قالب جاهز أيضا، مثلا هنا الصفحة الشخصية، مثلا يوجد لقائمة الأفلام، هذه صفحة معدة مسبقا، عندما تضغط هنا ينقلك إلى صفحة أخرى. الأهداف السنوية، هذه أمور يجب أن تبقى في قائمتك حتى كلما أردت مراجعة أهدافك السنوية تجدها هنا. مثلا الأهداف السنوية هنا هي عبارة عن لست أو قائمة تضيف مثلا قراءة 1000 صفحة، قراءة 1000 صفحة، العمل على مشروع آخر، تو ليست، العمل على مشروع التخرج مثلا، لو كنت أن تريد أن تتخرج أو ما شابه، هذه أهداف سنوية. أيضا عندما تعود الخلف تجده هنا الأهداف السنوية الخاصة بك، يمكنك أيضا جعل هذا الهدف إذا نقرت عليه ينقلك إلى صفحة أخرى يشرح لك ما هي 1000 صفحة التي تريد قراءتها، أي كتب إلى آخره، أيضا يمكنك التوسع بها. أيضا خطط سفرك، قائمة الأفلام الخاصة بك، مثلا هنا قائمة المهام، أيضا هذا أمر يختلف عن الملاحظات العامة، هي هذه قائمة مهام تحتاج أن تفعلها، مثلا إذا كنت يجب أن تفعل تضعها هنا، إذا تفعل بها الآن تنقلها هنا، مثلا هي تكون هنا مثلا. هذه هي، هذا شيء مقترح من البرنامج. مثلا هنا نفترض أنك يتوجب عليك قراءة 40 صفحة
من مادة من المادة الفلانية من المادة الفلانية. يتوجب عليك فعل هذا الأمر. في حال أنت تفعله تضعه هنا. في حال أنت أنجزت وتضعه هنا. يمكنك إضافة قوائم جديدة. أيضا هنا المجلات القائمة القراءة الخاصة بك. الفكرة أين؟ أنك يمكن أن تنشئ صفحة خاصة بك من الصفر من هنا. أدبيج تيجي هون تضع العنوان الخاص بك مثلا الدراسة. تستطيع إضافة كل الأمور الخاصة بها سواء من بورد، ليست، كاليندر، جاليري، تايم لاين. كل هذه الأمور تقوم بتفصيلها بالطريقة التي تناسب المحتوى الخاص بك وبالتالي تتابع مع التطبيق. الجميل أنه يوجد أساسا قوالب جاهزة هنا لما تضغط هنا. هذه القوالب الجاهزة تساعدك في ترتيب الصفحة الخاصة بك أو المشروع، فقط يبقى أن تعدل الأسماء وتعدل بعض الملاحظات بعض الأمور عليها ويصبح الأمر جاهز. مثلا هنا عند التعليم يوجد عندك ملاحظات الصف، يوجد عندك اللي هي قائمة القراءة التي فتحناها قبل قليل، هذه قوالب جاهزة عدها البرنامج مسبقا لك. الأمر صدقا سهل وجميل. أيضا هنا تصفح هذه القوائم الجاهزة لأنها مهمة جدا، سهل عليك عمل أمور كثيرة. مثلا في النهاية أيها الطيب، الحياة ساعة، فكيف لا تغتنمها بشيء يجلب لك السعادة في الدنيا والجنة بالآخرة، وأنت في نعم من الله لا تحصى. وأنا متأكد بعد هذا المقطع ستغير شيء في حياتك. محبكم في الله، ودمتم في أمان الله.